شخصية الصقر السعودي، شخصية يسيرة ورزة تخليك هيبة، لأن يسمونها على برزينزة. استنى دحين صورة لكم، طبعا تلبسون الطاقية تركز ما تخلي ولا شعرة تبان. الخطوة الثانية ركزوا فيها، صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، شوف المرزام، هذا المرزام يجي في منتصف الحاجب، لا هو مرتفع فوق ولا هو نازل تحت. الخطوة الثالثة مهمة جدا، يدك زي السكين على مستوى اذنك تكسر الشماغ، تكسره كسرة، بعدين تسنده على صدرك ترتبه، وايضا من اليمين ها زي السكين تكسر الشماغ ترفعه تسنده على صدرك. الخطوة الرابعة مهمة جدا، شخصية الصقر السعودي، ركزوا معايا، امسك طرف اليسار بالمقص اليمين بالعكس من نهاية الشماغ، ها تسحب من خلفها تعطيها عكس، بسم الله، تجي للطرف الثاني تمسك من النهاية المقص حق اليسار وتسحب من الخلف، ها نفس الطريقة الأولى، بسم الله، ها تلفون ما شاء الله تبارك الرحمن، قصية فخمة تعطيكم رزة فخامة سهولة.